ساعتين بقى. فانتوا مين اهو على الاتفاق. اقعد يا معلم. سيبك من الوعد. ايه ناوي تعمل ايه؟ دورت ما لقيتش. لا لا سيبك منه. اذا كانت دي الحجه فمحلوله. انا هكلم لك المعلم نصحي في المغربلين او الحاج الزنهوري في الجماليه، وهتعيش هناك سلطان متبغدد وما تحملش هم اي حاجه. بس انا مش عايز امشي. بس انت ما كانش اتفقنا. واحنا كنا اتفقنا؟ انت بلغتني برغبتك وبس. وانا رغبتي لازم تتنفذ ومن غير ولا كلمه. انت عايز تمشيني ليه؟ ايه؟ عايز تمشيني ليه؟ والله ما انا عارف. خايف؟ لا لا، خوف ايه؟ انا كلمة الخوف دي عمري ما عرفتها في عمري. لا خايف يا فتوة. بصراحة ربنا انا خايف. خايف منك انت بالذات. مش عارف ليه. انا اصلي عمري ما اتحل وسطي ولا اترعشت عصايا في ايدي قدام اي حد. بس سبحان الله انت بالذات، انت اصلك جاي من عند سبحانه اللي كل الفتوات تتلاقيش قدام ذكره. وبعدين انت ما تعرفنيش، انا بجد بني ادم مش وحش، وده اللي مبرجلني. ازاي انت راجل حويط وبير كده وبتاع سحر وحاجات من دي، ومع كده انت مش عارفني على حقيقتي؟ مش عرفك بقى اني ما عرفتش حقيقتك. اها، اديك اعترفت اهو، يعني انت ساحر. اعوذ بالله من السحر والسحرة. يعني ايه؟ يعني انت مش ساحر؟ ولا عمري حكون. يا سبحان الله. طب افهم بقى ايه الكلام اللي قالوا عليك الواد ميلاد ده؟ وبعدين الكلام التاني، الكلام اللي الرجال تسموك وتتكلموا مع القطط. انت بتضحك عليه دلوقتي يا راجل؟ واحد ربك ده انت مؤمن؟ قطط ايه وكلام فارغ ايه؟ الله يجازيك يا ميلاد. بس لما اشوفك. لما اشوفك ايه؟ هتعمل ايه؟ هتسخطوا اكيد، او تلاقيك هتسلط عليه حد من الاسياد بتوعك، صح؟ اذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده مخي متبلجل. انت راجل، انت فيك حاجة تقلق. ومع كده سبحان الله انا قلبي من جوه حاسس ان انت راجل بتاع ربنا. سبحان الله سبحان الله. عشان كده انا لا عايز اذيك ولا عايز ابهدلك. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وإن أسأتم فلها. مش قلت لك إن أنا خايف منك؟ أنت أصلا كمان جيت لي في ليلة سودة، وأنا دراعي ده من ساعة ما فقعت عين الواد عبده وهو مخدل معايا وبينقح عليا. تمام زي دراع أبويا ما بينقح عليه. من ساعتها حاسس ان انا عايز انهشه بسناني نهش. يوم يعض الظالم على يديه. الظالم؟ انت قلتها يا سيدنا الظالم. انما انا والله ما انا ظالم. انت اصلك ما تعرفنيش، ما تعرفش كمان الواد عبده ده انا صبرت عليه قد ايه. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ايوه
اصل ساعات سيدنا برضو الواحد بيعمل حاجات كده غصب عنه من غير ما يدرى ومن غير ما يفكر فيها. بس انا والله والله انا ما بيفوتني فرض. انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى زيك واكتر منك كمان. ده شيء واضح بأمارة بجيك دلوقتي. بقولك ايه، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. انا لو سبتك تعيش هنا ناوي تعمل ايه؟ وتفتكر في ايدي ايه اعمله؟ طب انا ليه يا شرط؟ عايزك تخليك في حالك، لا تروح لحد ولا تخلي حد يدخل لك هنا خالص. والله لو التزمت بده يبقى يضر بدخلك شر، ما خيبت الظن فيك. انما لو جد في الامور امور، ساعتها ما تلومش غير نفسك. الحمد لله، ربي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه. يا سيدنا الشيخ طمني، اصلا انا من يوم اللي ما اتعشيت بالعلقه دي وانا مش قادر اتلم على نفسي، وجايبه معايا ابنه. انت ابن حلال يا حسن افندي. انت اللي راجل بركه زي ما كل الناس بتقول عنك. كل الناس؟ اه ده انا ما بقاليش يومين. اول ما جيت الحاره بركتك هلت، بركتك هلت، مهما حاولت تداري بركتك بتهل وبتسبقك. يا راجل بركه ايه بس؟ البركة من الله وحده سبحانه وتعالى. طب أنا طالب منك طلب يا سيدنا الشيخ. إيه هو؟ تدعي لي وتدعي للجماعة بتوعي يقوموا بالسلامة، وتدعي لهم كمان يجيبوا واد ذكر. نفسي في واد يا سيدنا الشيخ، واد. روح شغلك يا حسن أفندي وسيبني في حالي لو سمحت. مش قبل ما تدعي لي. ربنا يهديك وينور لك طريقك. ولو فيها سألة مني ممكن اطلب طلب تاني؟ ايه هو؟ حك حجاب. حجاب ايه؟ اصلا انا مرصود والحصاد محوطني. يظهر ان انا اللي حاسب لك المكان وامشي. لا اوعى. لا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا سيدنا الشيخ، مش ناقصاك، مش ناقصاك. حك حجاب. تاني؟ جالك كلامي؟ الله، اما الانكر ليه قدام المعلم؟ ما انت عايز يقول ايه؟ ما هو خاف يقول للمعلم لا يفهمه ولا يبلغ عنه. يا سلام، وليه ما تقولش بقى ان المعلم هو اللي خاف منه، منه راجل عنده عفاريت وجان وحاجات من اللي ما بتشافش دي. يعني تفتكر اللي قاله الواد منصور وصاحبه صحيح؟ يا بلاد افندي. يا صباح المشاكل. يا راجل مشاكل ايه؟ ربنا ما يجيب مشاكل. وبعدين بقى تبقى تعرف راجل بركة زي الشيخ عطية وتتكلم عن المشاكل. هي الحكاية ايه بالظبط؟ لا اصل الموضوع ما فيه ان عايزك تتوسط لي عند الشيخ عطية بلدياتك، عشان عايز ازوره كده في طلب. ده طوي نزوره. وليه لا؟ يعني ايه؟ انت عايز ناخدهم للشيخ عطية؟ يا عم ملاد دلوقتي في ناس بتكسب كويس قوي من الدجل والشعوذه والكلام ده، الجهله كتير. جرايه منصور ده احنا دافنينه سوا. طب ده انا اللي عامل حساب للمعلم اللي ممكن يعمله فينا تاني، وانت رحت قلت له الحقيقه. المعلم مش هيصدق. اصل انا امبارح قعدت على القهوه وحكيت حكايات لها العجب عن الشيخ عطيه على لسانك وكرامات الشيخ عطيه في بلدكم. بتتكلم بجد؟ يوه، كنت كل لما احكي ده طول يطلب لي مشروب، وسنبر بعد جاب لي عشوه كوارع معتبره طبقت على مراوحي، ولا مسعد وبنداري كانوا قاعدين مبحلقين، كل لما احكي يطلبوا المزيد لحد ما كنت هفطس على روحي. لا وانت السادي المعلم هو اللي هيفطسنا. الله ما تجمد امال يا ملاه، دي ما كانتش علقه. لا بس الراجل كده ممكن يزعل مننا بجد لما يعرف ان احنا سبب في ترتيخ سمعته. بقولك ايه، سيبك منه وقول لي، انت جاهز لمقابله النهارده؟ جاهز، بس على الله تاخد مكانك المناسب في الحزب. على فكرة منصور
دي خطوة مهمة أوي. لو أنت صادق دي أهم خطوة. قام الشيخ عطية معزي معجاني اللي لابس جتة الراجل. الجان مرضيش يطلع بالساهل، راح مهدده بالحرق، راح طالع من الصباع الصغير من رجل الراجل. ولا الولية اللي كان لابسها جن مجوسي. مجوسي؟ جن مجوسي كمان؟ يعني عفريت طلع من صباع الراجل وليه عليها جن مجوسي؟ امال الراجل الزفت عطية ده بينكر الحاجات دي ليه؟ بيتمسكن لحد ما يتمكن يا معلم. انا بقول ايه يا معلم؟ انا غرض الراجل ده يغور من الحارة خالص، ويا دار ما دخلك سحر اللي بعد كده الناس ممكن تخاف منه وتعمل له هو الف حساب ويتمنوا رضاه. يا سلام، يعني المعلم ما كانش عارف كده. خلاص خلاص اسكت خالص، انا الليله هروح له وهغوره بالحاره خالص. نيجي معاك يا معلم. تيجي معايا فين؟ نيجي معاك يا معلم. ليه اخاف انا زفت عطيه ده؟ ولا ممكن اخاف بالزفت العفاريت بتوعه؟ استغفر الله يا معلم، بنداري ما قصدش. بقول يا معلم، انا كان ليه عندك كلمه خصوص كده يعني. تعال يا تعال قول تعال. ايه خير؟ صب الله عليك يا خليفه. اه صح، انا موافق. وليه لا يا نجيه؟ وليه اه يا حسن؟ انت ما كفكش اللي حصل؟ ده الراجل لسه جرايره على جدتك، وبعدين نسيت ابويا قال ايه؟ وايه اللي هيعوف ابوك بمن رحمه؟ بقى يبقى الباب في الباب ومش عايزه يعرف. الله، وفرضنا عرف ايه اللي هيحصل يعني؟ ما انت عارف ابويا لما بيتعصب. يا زينب يا زينب، ده رزق وجاينا لغايه عندنا، ما يمكن ربنا يجعل فيه الرجا. خلاص يا اخويا روح انت لوحدك. يا ريت كان ينفع يا نجيه. وبعدين اسمعي كلامي، الراجل ده شكله بركه وواصل، ودعواته كلها اكيد مستجابه. انا ماليش دعوه يا حبيبي، انا جدتي مش خالصه. مش عايزه كتر كلامي يا صنيبر، دعوه الشيخ مش هتغير المولود. الله، وانت ايه اللي مضايقك في الموضوع ده؟ ابويا، ابويا هو اللي هيتضايق. عايز تروح روح لوحدك. بتعمل ايه يا ابني؟ دي مبخره وشويه بخور هندي جبتهم لك من جار سيدنا الحسين لازم. هقول لك ايه، هديه مقبوله بشرط ما تتكررش. والطلب اللي طلبته منك؟ خلاص يا حسن افندي، خلاص. ادعي لك يا سيدي علشان اخلص. يا رب اكرم حسن افندي انور وزوجته في المولود. يكون مولود ولد يا سيدنا الشيخ. لحد كده وخلاص؟ انا اتخنقت منك ومن بخورك يا شيخ عطيه. يا مولانا، ده صوت دطور. اتفضل يا معلم داتوري. استر يا رب، الراجل عرفني من غير ما يشوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن. حسن افندي انور يا داتوري. افندي انور، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه التلاقيح دي يا حسن؟ انت مالك؟ جرى ايه يا جماعة؟ جرى ايه؟ اتفضل يا معلم. أنا كنت عايزك في موضوع كده يا سيدنا الشيخ. عايزني أدعي لك أنت كمان؟ الله أكبر، الله أكبر، ودي كمان عرفتها، بركاتك يا مولانا. وطلع داتوري من عنده يكلم نفسه. يا سبحان الله، كل جواز بناتي نوبة واحدة كده بربطة المعلم. يا سوامري، مش قلت لك يا معلم إنه راجل مش سهل؟ انا مش عارف انت ساكت ليه لحد دلوقتي على الراجل ده، وانت اللي دماغك بيضربوا بيها المثل. والله يا خليفه، انا ذات نفسي مش عارف انا ساكت عليه ليه لغايه دلوقتي. اشاره من صباعك الصغير لخليفه، وانا ادفنه واطرحه. تدفن مين؟ الله يخرب بيتك، اسكت خالص. اسكت ازاي بس يا معلم؟ ما هو انا لو سكت الناس مش هتسكت. ده ما بقالوش 3 ايام في الحاره، وصيته وسمعته بقى على كل لسان، من شنب لشنب ومن حرمة لحرمة في الحارة وفي الغرية كلها. الله يرحمه المعلم الكبير، لو كان عايش كان سحل وبطرحه. سحل مين؟ الله يخرب بيتك. الله يرحمه ابو صيع، عشان كان فاهمك، كان تملي يقول عليك ابليس، ما تجيش غير بالدقة على دماغك. انت عارف يا معلم، المعلم الكبير الله يرحمه كان بيكرهني من باب للطاق كده، لكن انت شايف بنفسك اهو، انا عمري ما قصرت. ما تتمسكنش يا نتن. قول لي يلا،
انا اعمل ايه مع الراجل الشيخ عطيه ده احسن قلقني، بس من غير ما تقول لي نموته وشغل المنصر ده. تخليك انت بعيد وسيب خليفه يتصرف، وانا هريحك من وشه خالص. لا وهتهلك، مش هبقى بعيد ولا حاجه. تقول لي هتعمل ايه بالظبط؟ تفتكر كده؟ ما هي باينه اهي زي الشمس يا سنيبر يا اخويا، مسكنه معاه في البيت وبيخدمه بنفسه. وحسن افندي مصلحته ايه في كده؟ مصلحته انه يبقى الكل في الكل عند الشيخ عطيه، والحجاب المرصود وشويه العفاريت والجن اللي بيخدموه هو وسي حسن افندي اللي طلع لنا في البخت. اتاريه وشه اسود اول ما شافني. امال بقى لو كنت معانا قبل ما تدخل، كل ما عم الشيخ يجي يدعي ربنا ليا يقوم الافندي يعمل له حركه ولا حركتين قبل ما يعزم على الجن، خد باله الشيخ قرف مننا راح طردنا كلنا بره البيت. طيب يا حسن افندي، انا بقى هخلي مراتي تساود عيشه مراتك وهي ما تتوصاش. طب بالاذن بقى عشان انا هروح القهوه. اخر اول ما يخفي عبد المعلم. انا بقول نقوم نروح وخلاص. نروح فين يا معلم؟ انت عايز ارمينا من الشباك؟ الله، امال هنقعد كده زي دكرين البط؟ لا نفكر احنا كمان، هم اكيد بيتكلموا في حكايه الشيخ، واكيد ابن المؤذيه حسب ما شفت بعينك في الوكاله بيزن على مقلب يوضبه للشيخ ويريح المعلم بالدوشه. وانت عندك ملعوب جاهز؟ جاهز وسريع المفعول كمان، ونفاجئ بيه المعلم على غير الريق. طب اسكت شويه لما يغور. على فين العزم يا معلم خليفه؟ حاجه مكلفني بيها المعلم. بخصوص ايه؟ بكره الكل هيعرف. شايف الواد ماشي منفوخ ازاي؟ يا راجل ما يغركش المنظر، تلاقي المعلم بعته في مشوار ملوش اي لازمه. وانت السادد احنا اللي مش هيبقى لينا اي لازمه. وانت بتفكر في ايه؟ اديني ودنك. ينزل خيمة تانية يا شيخ عطيه. تسلم ايدك يا حسن افندي، تعبتك معايا. يا راجل ده انت تعبك راحة، ده انا اتمنى اخدمك بعناية. بس يا ريت انت بس ما تنسانيش في دعواتك. طيب يا ريت تخف البخور شويه لحسن، حاسس يا ابني اني هتخنق. مالك يا شيخ عطيه؟ شكلك النهارده كده مش ولا بد. لا ابدا. ايه ايه؟ يكونش المعلم ساق عليك الغتاته بتاعته هو ولا واحد من رجالته؟ لا يا سيدي، ولو ان شكله كده ما يطمنش. اطمن خالص يا شيخ عطيه، انا وراك. والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. روح يا حسن افندي، اطلع لبيتك. مش قبل ما اعرف يا شيخ عطيه مالك، يكونش حصل اي خلافات بينك كده وبين بسم الله الرحمن الرحيم. روح يا حسن افندي، انا مش فايق لك. يبقى ظني في محلي. يا راجل عيب عليك، ده انت متعلم وحرام اللي بتقوله ده. انا شكلي مشعوذ؟ الامانه لله لا، بس انت شكلك زعلان من حاجه يا شيخ عطيه. استغفر الله العظيم. كل الحكايه يا سيدي ان جالي النهارده وانا بقرا على الترب عديلك العطشجي ده، وقعد يزن على دماغي علشان حجاب وكلام فارغ من اللي مالي اذهانكم لحد ما زهقني. ثابت عليا نفسي، افتكرت اللي حصل لي واللي جبرني على اللي بقيت فيه، ولقيت نفسي غصب عني ببكي. بكيت لحد ما اغمى عليا، ولما فقت جيت على هنا. هي حصلت كمان تلعب بديلك من ورا المعلم؟ طب يا طحن يا فحام، ان ما كنتش اخلي المعلم يفحمك فحم. لا اعمل معروف، ما تجيبش سيره لحد، انا مش ناقص كلام الناس. لو تعرف بس يا شيخ عطيه الناس بيقولوا عليك ايه. كل اللي عايزك تعرفه يا حسن افندي ان انا دلوقتي تعبان وعايز انفرد بنفسي، اصلي ركعتين واقول الورد يمكن ربك يفك ضيقتي. ويطلع ايه الورد ده يا شيخ عطيه؟ ادعيه مقصوره او ما يفيض به ربك عليا يا حسن افندي.
طب ما تقول لي حبة يا شيخ عطية. حبة ايه يا ابني؟ هو حرام كش. سيبني يا اما اسيب لك المكان كله. لا انا في عرضك يا شيخ عطية، انا في عرضك، اوعى تزعل مني. قول وردك يا شيخ عطية، قول وردك ولعلع يا غالي. استغفر الله العظيم. معاك يا خليفة، بس اللي انت بتقول عليه ده مش سهل، ده راجل. برضه هتقول راجل؟ راجل زي ده هيخوف ايه؟ لا ما هو مش هو اللي هيخوف يا خليفة، اللي معاه هو اللي بيخوف. خلاص نرجع بقى للمعلم ونقول له هو يتصرف، نشوف بنفسك المعلم ولا الشيخ. لا احنا ما فيناش من كده يا خليفة، انا معاك اخويا في اي حاجة، لو 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 عايزنا نقتله نقتله. لا المعلم قال مش عايزين ده، بس هنشيله بيلة بيلة ونمفيه على الجمالية، وهناك هنسلمه لسنهوري وابنه وتصرفه معايا. خلاص انا جاهز معاك يا خليفة. شو بقى كل اللي انت هتعمله هتناوله على دماغه. ايوه خبطة خفيفة كده تفقد الوعي. صعبة دي؟ لا ابدا. يلا. يا من بحرفين صير خلقه، الكاف تكفيه والنون تنويه بأنك قادر. الله الله الله، هو الراجل ده بيعزم على ايه؟ بيعزم على ايه؟ بيعزم على ايه؟ يا من تنزل الصبر قبل البلاء وتسبل الستر حجابا على امر جلا. ايه كده بالليل؟ احنا جايين ننام هنا النهارده ولا ايه؟ يا من تدرك الأبصار ولا تدركه العيون. ادخل على فريق الكفش. ده بقين اخواننا نازلين ضرب في الشيخ بالجامد قوي. انت بتقرب ولا بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح النهارده ونيجي بكره. يا سلام، والخليفه هيستنى بكره. يا من خلقت الجان قبل آدم بسنين وأحطت مختارك بالمعجزات وهو بعد جميل. هتيجي شوية بنداري، الراجل شكله بيدعي ربنا قبل ما ينام. سلام يا أخويا، واللي بيدعي ربنا بيجيب سيرة الجان ده شكله هيسخطنا ده كريم بط. يا من تقول للشيء كن فيكون، املأ القلب من صبرك على ما فيه. وبعدين عبيتي احنا هنقف متصبرين كده ولا ايه؟ بقول لك يا اخويا خش انت. انا مش هخش. املأ القلب من صبرك على ما فيه ورطب لساني بذكرك واقسم لي بنورك سيماك على طرف الجبين. يا الله يا الله يا الله يا الله. بالله يا الله، بالله يا الله. كان هيعمل ايه مع الشيخ عطية ده؟
زفت معاه عافيه ولا جاي لها دواء حتى نزلت نفسي. انا مش عارف، انا خايف منه ولا هي الرام الا بصحيح. انا خايف منه، انا اصلي عمري وعملت عساس اللي زيه، بس زي ولا الرجل ده ملو زي. انا عن نفسي ما شفتش حاجه زي الرجل ده بتاع ربنا يجوز، بس تطمئن كمان بتاع ربنا، واكيد ربنا سبحانه وتعالى عالم بنضف ذلك. بابا بابا، وبعد هالك بقى داخل تجعر زي الحبيب كده ليه؟ يا دوب اسافر انا عشان عدنان بيلحق يوضب لنا المطلوب وارجع طوالي. اتنيل سافر يلا سافر. السلام عليكم. معلم طحان. ايوه يا بابا. بقول لك يا معلم، انت الليله ما سمعتش حاجه كده تقلق؟ حاجه زي ايه يعني؟ حاجه تقلق، اي حاجه يعني. يابا انا راجع من وكاله السبتيه مهدود الحيل، يا دوب كلت لقمه وصليت العشاء وبالعافيه ورحت في النوم زي القتيل. طب امشي امشي كده خيبه في نفسك، امشي من هنا امشي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. جابر جابر ايه؟ معقول الجن بيسموه جابر؟ ارجع يا جابر ارجع. حماد حماد وحماد جابر وحماد ايه دول؟ مش دول الجن اللي هو بيسخرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عود رب الناس ويحب الناس ويحب الناس من شر الوسواس الخناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عطية، ولا تدخلوها حتى يؤذن لكم. أنا المعلم عرام الفتوة، وكنا لا مرحبا بكم. ليه بس كده مولانا؟ ليه؟ أنا جاي لك بس عشان أعرف. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ربنا عز وجل هو اللي أمر بكده. ونعم بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس يا مولانا كلمني زي ما أنا بكلمك كده. اعمل معروف، أنا في حالة نفسية سيئة ما تسمحليش بأي نقاش أيا كان نوعه. ماشي ماشي يا مولانا، أنا بس جاي بصراحة ربنا سألك، عايز اعرف ايه الكلام اللي قالوه الرجاله لما اقولك هنا؟ ايه اللي حصل لهم؟ خليني سيبك من ده. الكلام اللي انا سمعته انت عمال تنادي وتقول يا جابر، وبعدين في واحد تاني اسمه نبي حرصك، اسمه اظن اسمه حماد، بتعزم عليهم ولا ايه؟ ايه عدم المؤاخذه؟
عصابة عفاريت دي من مصر عتيقة ولا ايه؟ وما تقوليش ما حصلش، انا سامعك بوداني. انا مش هقدر اقولك حاجة. يبقى اللي انا سمعته صح 100%. سيبني الحق الفجر، واللي عايز تفهمه افهمه. انت بتتحداني بقى؟ انت عايز مني ايه دلوقتي يا فتوة؟ عايز اعرف وتجاوبني. وانا مش هقولك حاجة. يبقى اتفرقنا. مش هفارق. عايز تضربني؟ وريني قوتك. ما دامك تقلي خلقني، ما تخافش من مخلوق، راضي بحالي، لا انا مدلوق ولا مخلوق، ولا ابالي لوالي، ابالي كفرعون، ولا على بالي، ده انا عافر مع فرعون. عايش عايش خاطري ماشي. انا همنع الكل عنك، بس بشرط لو سمعت ان حد دخلك من الحته هنا او من الغوريه كلها، عليا النعمه من نعمه ربي لخليك عبره لاي حد يفكر بس انه واحد زيك. وانا مش طالب غير كده، امنعهم عني قبل ما يفتنوني في نفسي، ده غايه مرادي. مرادك؟ ماشي يا ابو مراد، ماشي خطيه. بتاخدني على قد عقل يعني؟ بتطلصمني؟ ماشي، بس خلي بالك من نفسك. ربي اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه. يا ارحم الراحمين ارحمني. هيغور في داهيه. مش فاهم، هو ناوي على حاجه تانية مع الشيخ عطيه؟ لا ما خلاص، الشيخ عطيه اتمكن في الحاره، وكلامي مع الناس واللي حصل من شويه جاب نتيجه. الناس هي اللي زي ما تكون صدقت، محدش عايز يكدح لما حلمه يتحقق. الكل في انتظار معجزه تحقق له كل احلامه من غير ما يتعب. يا رب يا ارحم الراحمين ارحمني يا رب. انا طبعا واحد زي مش ممكن اخاف من واحد زي عطيه. عطيه ده ايه؟ انا بخافك انت بس يا رب سبحانك. انما رب الرجل ده عامل لي قلق في نفوخي، خلصني منه يا رب برحمتك. شفيعيك سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ارحمنا يا رب ارحمني. عطيه شاوز بالله ويخلق ما لا تعلمون. أرامة تحولنا يا عزب عرام، سيبني أخذ بطاري، سيبني أخذ بطاري، سيبني سيبني عليه. عايز تاخدني غدر يا كلب؟ انت جيت لداخك بقى، انا هقتلك. لا يا معلم سيبه، حرام عليك. اضرب عراب، اقتلني، انا مت بالحياه خلاص، طالع اخده منك ان شاء الله حتى بعد ما اموت. حرورة لسانك دي هي اللي هتوديك في داهيه، بس انا مش هقل ايدك، انا هسيبك، انا هسيبك عشان تبقى عبره للي زيك من الكلاب. وانا مش هسيبك يا عرام، مش هسيبك، حلالك عينك يا عرام. عيب عين فتاوى والبادي اصلا، عيب عين فتاوى والبادي اصلا. ولا ام بلك ما كلمه سمعتها ولا حاجه حصلت بيني وبين عبده
طلعت بره هقطع لسانك، فاهم؟ عيب يا معلم، عيب، ده انت كلامك اوامر. ايوه معلم، بس اللي عمله ده يعني ما يعديش. اسكت انت كمان، ده تلاقي كل النصايب دي بسببك انت. ليه بس يا معلم؟ ده هو من امبارح من ساعه ما عرف ان مراته خلفت واد عند ابوها وهو جاله جنان في نفوخه. ده انا لسه يا دوب داخل عليه بالبرشام اللي الحكيم كتبه، خده رماه من الشباك وطردني. انا بس اللي ما حبيتش اقول لك لان حالته كانت صعيبه قوي، قلت يمكن زعلان يعني عشان ما تلقاش ابنه على ايديه. اه يا معلم، وقعد يشتم فيك شتيمه جامده قوي لما كنت حموت بحسرتي. اسمعني يا ره، المهم انت ومراتك تقعدوا خدامين تحت رجليه لحد ما يخف، ومش عايز جنس حد من الحاره يعرف اللي انا بعمله عشانه. عيب يا معلم، انت خيرك مغرقنا ومغرق الكل، وبعدين انا راجل فنان، فنان واقدر الناس كويس. فنان؟ يلا بينا خليفه، ما تبقاش تجي هنا تاني. ماشي يا معلم. اصحى بقى يا غضنفر، بكره طلع. هيا كروان، قلت للمعلم ولا اطلع انا اقول له؟ حكيم انا خلاص زمزعت وروحي بقت في مناخيري. جرى ايه يا سكر؟ ايه النكد اللي على غير الريق ده؟ ما هو بصراحة بقى يا بلبل الفن، القعدة طولت وانا عندي بدل الفرح اتنين وتلاتة. نبي تتلهس، حرام كاش انت وصاحي القتيل اللي جنبك ده. انت هتتريق على ابويا يا سي ار ار؟ ابوكي خلي الطبق مستور، ابوكي غرقان في البوظة ليل ونهار لما لحس دماغه وجاب لنا الفقر. سيبك من ابوها وما تغيرش الموضوع يا بلبل الفن، وكلمنا انا يا كروان. انا خلاص القعدة جنبك ما بقتش تخصني، انا راجل فايس وعندي مصاريف، وحرام توقف حالا انا وسكر بالشكل دوت. سكر؟ سكر حاف كده؟ ايه ما عادش فيه دم؟ الدم هيسيل للركب النهارده لو ما وافقتليش على فرح الليله. طب لو المعلم عرام بقى عرف؟ يا راجل وهيعرف منين؟ ده الفرح في امبابه. الله يا ست ما يعرف، سيبوه الغوريه كلها وتعالى عندي في امبابه. هناك ابو لب ده ايه؟ راجل صاحب حظ وصاحب مزاج. لا وحياة المرحومة ما يحصل أبدا، هنا مكاني ودكاني وأهلي. هو موال يا أخويا وهتغنيه؟ أنت قلت إيه دلوقت؟ أيوة بس الواد عبده. ماله عبده؟ ما هو خليفة رايد تحت رجليه النهار زي عرام مقامة. أيوة بس المعلم عرام منع خليفة وطلب مني أنا وإنتي. طلب منك لوحدك يا روح الروح، أنا ما اتخلقتش للبهدلة يا عنيا. يشيع لمراته هيخفت، ولا تفضل قاعدة عند أبوها كتير في المغربلين. خلاص نروح الفرح وأمرنا لله. إذا كنت كرهني يا ولا فأنا مش طايقك. وليكن. ليكن إيه الواد الهبل ده؟ طب لما أنت كرهني كده ليه منعت عبده إنه يؤذيني؟ ده كان ممكن ياخدني غدر بالفعل ويفيصني فيها. علشان ضربة عبده ما كانتش هتموتك يا معلم، ده ما كانش شايف قدامه، والبركة في ايديك الحنينة. وبعدين كنت هتنضار انت وتخلص عليه. يعني انت منعته عشان كده وبس؟ لا للحق، يعني انت مش سيء للدرجة دي، ليك مواقف حلوة معايا ومع ابويا وانا ابن اصول. انت ابن اصول؟ امال ابن ولا انا ممكن اسبخ لك فوق دماغك دلوقتي، بس خلاص انا لسه بديك ظرف في فلوساته. هات. وليكن استغلالي امبريالي حتى النخاع. بيقول ايه الواد الحمار ده؟ جاتك نيله في نخاعك ونخاع اهلك، غور من الامشي. ايه الواد الاهبل ده؟ ده النخاع دي يعني ايه يا معلم؟ احنا مالنا احنا فاهمين حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. خد الفلوس دي وزعها بمعرفتك على الناس الغلابه. طب ما اوديها لنصحي يوصلها لمرات عبده في المغربلين. مرات عبده ايه ونصحي ايه؟ مش عايز حد من اللي نعرفهم هيقولوا بيتمنظر ويوزع فلوس قدام الناس. لا يعني بدل ما اعمل ثواب عشان ربنا يكافئني بيه او ما اخش فيه النار. طب دلوقتي لو عبده حب يرجع مراته عشان ابنه يعني هقول له ايه؟ ما تقولوش حاجه، بعدين بعد البنت ما تسبع روح انت خدها من ايدها واديها له، انما هو يروح لها هناك لا ممنوع. يا عالم حرام عليكم، انا زهقت. والنبي يا شيخ عطيه اتكلم يا حسن افندي. انا بصراحه خلقت معاه.
الظاهر كده يا شيخ عطية أنا ما بقاليش خطر عندك. يا أولاد الحلال، من لجأ إلى مشعوذ أو دجال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. بس إحنا رايدينك في خير يا شيخ عطية. والخير ده ما يجيش إلا إني أعمل لها حجاب؟ طب أكتب لها في إيه؟ يا عالم والله ماليش في الدجل نهائي. طب أقول لك على حاجة يا شيخ عطية، أنت تحط إيدك على دماغها كده وتقري عليها قرآن، أو تقول لها كلام يعني اللي يجود بيها عليك ربنا. والحكاية دي ما تنفعش إلا إن أحط إيدي على دماغها؟ طب دي لا هي محرم ولا تجوزلي عشان ألمسها. روح يا ستي، روح اتفضلي على بيتك وأنا هعمل اللي بيقول عليه سلفندي. عظيم يا رب، استغفر الله العظيم. طب وأنا يا شيخ عطية؟ أنت إيه؟ حك حجاب. بلاش رقبتي يا معلم، ابوس ايديك بقى. خلاص بلاش، انا خد اطحني. ابوس ايدك يا معلم، بلاش الكشك ده يا معلم، ده انا من يوم ما عرفتك وحتى من قبل ما اعرفك يا معلم ولا بطلت. خلاص سيبه، انا بس على شرط هتقول لي بالظبط كل اللي انا عايز اعرفه. قول لي بس يا معلم، انت عاوز تعرف ايه ولا اقول؟ كل اللي بينك وبين عطيه، كل اللي هو بيقوله لك وكل اللي انت بتقوله له. حياتك يا معلم ولا حاجة، هي كل الحكاية إن أنا بعدي عليه وأنا رايح الشغل وأنا راجع من الشغل، أنت عارف يا معلم إنه راجل عاجز وما بيعرفش يتحرك والحمام عنده بيدفع وكده، يعني أنا بعدي عليه أغسل له طبق، أعمل له شوية قهوة، شوية شاي، هي دي كل الحكاية يا معلم، بس الحق لله والله والله يا معلم ما خد مني أكل ولا أي حاجة. يعني هو ده اللي بينك وبينه بس؟ آه هو ده بس، وكل اللي أنا بعمله ده عشان إيه؟ والله يا معلم عشان بنتك، أهو بقعد أتحايل عليه يعملها حكاية تعويذة متوصى عليها علشان بنتك تخلف وتجيب الولد، وكل اللي بيعمله بيدعي لها وبس يا معلم. يعني هو ده كل اللي بينه وبينك وبس؟ وحياة الطير الأخرس ده يا معلم، وحياة الطير الأخرس ده يا معلم، ما في أكتر من كده. طب يعني أنا تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب لراجل زي ده؟ أمال إيه يا معلم، ده راجل حافظ القرآن. طيب يلا ما تتسلطوا يدعي دعوة لمرات حبيبك طحاني عشان تجيب لنا الواد اللي انا بستمناه من الدنيا. يا معلم طب ما تقول لطحاني يسيبني عشان اروح اقليه يدعي له. الحاجات دي عمتي نجاية بتصرخ. ده انا ناسي، ده البنت هتولد الليلة باين. نجاية بنتك يا معلم بتولد. على الصراط وده أمر عسير لكن نسير.